احنا عيله مسحراطيه ابا عن جدا. انا اسمي فتحي ابراهيم السيد متولي. احنا بقالنا دلوقتي 40 سنه في الموضوع بتاع السحور دوت. بنسحر الناس في رمضان، الناس بتقوم على صوت الطبله، ده ابا عن جدا. معايا انا واخويا ووالدي، عنده 63 سنه وانا فتحي الكبير عندي 42 سنه. بننزل كل واحد بياخد الطبله بتاعته وبينزل، ننزل على الشارع بنصحي الناس. طبعا منطقه مثلا ناس كتير فيها غلابه، ناس بتبقى نايمه بتصحى على صوت الطبله، يعني الناس ما عرفش يعني ايه مسحراتي. دي عاده يعني، دي في الارياف بس، انما في مصر لا، يعني في مصر مش غير الارياف، في ناس بتصحى على صوت الطبله، ودي معروفه من 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 من, من اجيل الزمن. وقت يا مثلا بقى طبعا كبرنا، طبعا كان زمان العيال الصغيره بتطلع معانا تمشي معانا واحنا ايه ماشيين. طبعا ما كانش فيه نور، كان كله لونات جاز وبتاع وكلام من دوت، وكنا بنمشي نخبط للناس على الشبابيك عشان تصحى. بعد كده بقى احنا كبرنا بقى نطلع احنا بنفسنا بنسحر، طبعا نصحي الناس وكده. انا خدت الحاجه ديت من والدي، حتى اصحابي بيقولوا لي لا انت ما تنفعش ايه تطلع تسحر وكده، انت مثلا راجل كبير وكده وكلام من دوت، وعندك مثلا 40 سنه وشغال شغلانه وكده وكلام من دوت، فما ينفعش. جدي كان بيطلع برضه بيسحر، وبعد كده بعد ما جدي ما يعني ربنا افتقره وكده وتوفى، ابويا طلع مكانه، ودلوقتي انا مكان ابويا، وابويا برضه بيطلع معانا. انا بسحر وابن عمتي بيسحر واخويا بيسحر وابويا وانا، احنا الاربعه. هو بقاله دلوقتي 42 سنه. انا وانا بسحر دلوقتي ناس بتندي عليا وانا ماشي، يقول مثلا اصحى يا مليكه، اصحى يا عمر، اصحى يا نوره، اصحى يا كنزي. فانا بندى برضو العيل برضو لازم ايه يفرح، فانا بقول بقى العيل لازم يفرح وكده، وبندى على اسامي العيال الصغيره وكده وانا ماشي. اصحى يا عمر، اصحى يا مليكه، اصحى يا عم هاني، اصحى يا مسكر. انا بحس بالناس ان هي فرحانه فبندى عليهم. انا دايما بحس بالعيال الصغيره ومستنييني، بيندهوا عليا من البلكونات، انا اصحى يا محمود بقول اصحى يا محمود، اصحى يا مليكه بقول اصحى يا مليكه. انا بحس ان الناس فرحانه. اصحى يا نايم، واحد نايم، يا عباد الله وحدوا الله، اصحى يا نوار، اصحى يا محمد. انا اسمي محمد سلامة علي عيد ابراهيم حسن، من عزبة الاهالي مركز القناطر الخيرية، وبسحر ابا عن جدا انا وابن عمتي، وكل سنة بنطلع وعادة ان شاء الله عندنا، والناس فرحانة بينا واحنا فرحانين بيهم. يا عباد الله وحدوا الله. الاطفال واحنا ماشيين لازم يجروا ورانا، ويقول لي سحر، قول يا عم محمد، قول يا رانا، قول يا فرح، واحنا لازم نقول زي ما هم بيقولوا لنا. طبعا بنبدا ان شاء الله باخد الطبله الساعه واحدة، وافضل الف في الشوارع يجي ساعتين ونص كده ان شاء الله لحد الساعه 3، وبعد كده بسحر وبصلي الفجر وبنام. اصحى يا محمود،